السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. زار الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يوم أمس المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، كما زار مركز الاستطباب الوطني حيث اجتمع بالطاقم الطبي وحثه على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. واستعرض الطاقم الطبي بالمركز أبرز التحديات التي تواجهه والمطالب التي يطالب بها من أجل تحسين الخدمات. احتج عدد من الشباب الناشطين في حراك محال تغيير الدستور أمام مبنى المجلس الدستوري في نواكشوط، معلنين رفضهم إجراء التعديل الدستوري المرتقب عبر الاستفتاء الشعبي. ودعا المحتجون أعضاء المجلس الدستوري إلى رفض تمرير التعديل، كما دعوا السلطات إلى صرف الأموال المرصودة للاستفتاء الشعبي في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. بحثت ندوة نظمت في نواكشوط بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومجموعة دول الساحل موضوع محاربة التطرف والعنف. وأشاد وزير الشؤون الإسلامية أحمد اللهل داود باستراتيجية موريتانيا الخاصة بمحاربة الإرهاب، واصفا إياها بأنها تشكل مثالا يحتذى في المنطقة. تتواصل في العاصمة نواكشوط أعمال النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة، منظمة من طرف جمعية الإرادة للثقافة والتنمية. وقال رئيس الجمعية الهادي للمنير إن الأيام الثقافية للجمعية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية والتنموية لها، والهادفة إلى تشجيع ذوي الإعاقة وتغيير الصورة النمطية تجاههم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.